عملنا دوليشة وجينا باش نرحبوا بالعزيز علينا. حكايتنا الليلة يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم ربي للخير والشهادة. سهريتنا الليلة في سان فاسون مع ولد الدهش ولد بعلوش ومصطفى حواس ولبنى بنت الأخيار البيا، لمهم سيدي لامين قارة وقالوا نعملوا سهرية على قناة التاسعة اللي يتفرج فيها كل تونسي تونسية. المرقوم والزمني والفوندو والباسي على كل ألوان، وليداتنا حضروا رواحهم وبدات السهرية اللي حليتها ضيفين من كل ثنية. تلم الشمل وجينا غيلان الشعلاني وفرحنا، وزيدهم وسام يحيى وربحنا، ونزيدوهم المسرار رامي جريدي لعبة وغناية وحكاية، والتسعة تبدأ الرواية. مرحبا بضيوفنا دنجور عسلامة، أقوى بيبليك يحضر معنا اليوم. جينا باش نصحوا المعاهدة بينات بعضنا اليوم أنا والسيدة المنصف بي، تصفيق على السيدة المنصف بي. شخصيا جا حضر معنا اليوم. للا عسلامة مرحبا. سيدي يعطيك الصحة الساعة. كان في الميكرو يعطيك الصحة، مدام يعطيك الصحة. دونك قادم حافظ خويا على اللبسة التونسية الزمنية. وذا يا خويا شرف كبير لي نحن انك حاضر موجود معنا اليوم. يعيشك. والكاميرا قدامك، كان عندك حاجه ميساج باهي تحب تقوله؟ ونحب نسلم على السرايا اللي عاونونا اليوم واللي جيتو. سيمونير بواب. ورا نسلموا عليه سيمونير، يعطيهم الصحه السرايا اللي قاعدين محافظين على التراث التونسي واللبسه التونسيه وجونا التونسي تحفون. دونك بما انه غدوه اليوم الوطني اللباس التقليدي، دونك تحيه. الخميس. غدوه فوالا غدوه الخميس خاطر اليوم الاربعاء. سيدي منصف مضيع شويه الايامات ما يسالش عنده مده راه سيدي منصف هو عنده مده من اللي توفى مع كومين معناتها مضيع شويه الايامات عادي سيدي منصف خليها عندي انا الحكايه هذه نحب نقدم تحيه الحما بال الحما بال نقدم تحيه المنصف باي نحب نقدم تحيه للبرنامج هاي سيدي مرحبا ونحب نشكر كل تراثيين تراثيات على نهار الاحد الدوليشه اللي عملناها في حبيب بورقيبه ونحب نعلم عنا عرض ان شاء الله اسمه حمام الخلويه في قهوه المرابط لو 25 مارس ويا حبذا ان شاء الله جيونا يا سيدي كان قاعدين تتفرجوا قيدوا عندكم الموعد هي المدام تاعك بالرسمي هذيك جميله البيه جميله البيه المدام تاعك المدام تاعي خلت تكلم شويه مدام كمام مدام محلاها اللبسه نتاع السفساري وبالرسمي لبستنا التقليديه محلاها معاهم الزوز بلي صعيب معاك خالد باشا مدام في الدار ولا ليه والله سبع هذوما حاجات اكسكلوزيف معناتها قاعدين تفرجوا فيهم اليوم دونك مش صعيب معاك لا سبع قولوا رجال قبلت تبارك الله معناتها بيان سور صناديد صناديد وصناديد صناديد فوالا صناديد تصفيقه كبيره برشا اليوم الزوز هذا السومير وبعد نرجعوا مع بعضنا نصور خويا بالسفساري داخل البليونير في التراس سون فاسون على قناة التاسعة فريق سون فاسون يلم جمعية الكل في شطحهم سميكم جميل سميكم جميل سميكم جميل يا لولو ويبوتان
المغرب افريقيا زعما يعرفوا يهزوا القفة. نحنا نعرفوا المثل اللي يقول اللي سمك غناك اما حصريا في سون فاسون اللي سمك غنالك. يلا نغني يا لي ايه يعني غرامك ودعني ايه يعني فارقني ولو لعني يا لي عوم في الشايح يا حبيبي عوم وريني كيفاش تعوم. واللي اول مرة في سان فاسون مش تشوفوا جوارات كورة يلعبوا في سان بالون. واخيرا لو شوه بس تبدل في سون فيزاج زعما البيلانتي لشكون؟ ايه ضربة جزاء صاحبي بيلانتي خد خطر يعني ايه ضربة جزاء معناها في الاصل. الليلة اربعة وكيما كل نهار اربعة سون فاسون يا حبيبي. برشا تعديوا معنا على قناة التاسعة. نرحب مرة أخرى بالإنفيتي اللي يحضروا معنا كل وبالسادة المشاهدين ونشكركم اللي بعثتوا معنا الاس ام اس في كلمة دار على 85805 الفئز معنا الجمعة ذايا بالتليفون نوفو كاسيس باور هو بسام سمعي من الحمامات. مرحبا بسام. مرحبا بسام. مرحبا بسام. إجا بحذايا بسام. آه يا سي بسام إجا بحذايا. باهي ولا الكاميرا قدامك. تكلمنا في الميكرو يا بسام. في الميكرو يا بسام. وي شو اسمع شو بسام عنده الحق. عنده الحق. هو بعث اس ام اس. قداش من اس ام اس بعث؟ زوز دو اس ام اس. ربحوكم معنا تليفون بصراحه راه قيمته اكثر برشا من المساجات اللي بعثته. ونشكرك برشا انك بعثت اس ام اس ونشكر برشا العباد اللي بعثوا اس ام اس. هاو الفائز موجود بحذانا ان شاء الله الجمعات الجايين تكونوا انتم عليكم كان تجربوا حظكم كيف هو تبعثوا كلمه دار بالاس ام اس على 85805. انت كاري ولا ملاك؟ كاري. كاري وانا جيم كيري. خويا هذا جيم كيري حاضر معنا بعروش لهنا. تنجم تكون في دارك كان تعاود تلعب معنا انت اللي قاعدين يتفرجوا معنا. تبعث كلمه دار بالاس ام اس على 85805 ريتها الاس بلس 2 في سكره. تنجم خويا تولي لك انت. وين نولي خويا؟ فازي تولي في دارك. تولي في دارك الملك. عائلتك تتفرج فيك تحب تسلم عليها. فازي. ونشكر قناه التاسع على البرنامج. يعطيك الصحه يا سيدي عايشك. تحفون هذا اللي قاعد يفرهد علينا برشا. ونشكر يعني نبعث ديديكاز لمرتي وولدي الصغير. واشكر المدرب. واشكر المدرب. مدرب الترجي ولا الاطوال؟ لا لا اشكر المدرب. مدرب تشكر مدرب خويا الافريقي والسي اس اس والترجي والاطوال والجمعيات الكل. اشكر المدرب واللي قاعدين يتفرجوا فينا كل نسلموا عليهم من الجمعيات الكل. اليوم الميساج اللي حابين نعديوه راهو باختلاف خويا الجمعيات رانا كل ملمومين في كيب واحده اليوم. هي اسمها سون فاسون ليكيب اللي تلم الناس كل اليوم ودونك هذايا حاجه حلوه برشا. سيدي ان شاء الله الف مبروك ليك. تليفون من عند غازي ارجيك التليفون. فوالا الف مبروك ليك. لونوفو كاسيس باور. ارجع يا غازي ارجع يا غازي ارجع يا غازي ارجع يا غازي. الحاج منور شنو رايك في الحاج؟ ان شاء الله مبروك سي غازي. تفضل نربح الدار. تنجم تربح الدار. نجم تربح الدار وتولي صاحب. ربي يسلمك. مرحبا طيبة خويا ان شاء الله الف مبروك ليك سيدي عايشة. في الامان باي باي. باهي اليوم كان لابسين لبسة مزيانة برشا دونك حابين نسلموا على اسطنبولي هو اللي عطال دنجور اليوم شهبندر التجار دنجور. تصفيق كبير على دنجور شهبندر التجار. باهي اليوم يحضر معنا نجم المنتخب الوطني التونسي نجم النادي الافريقي بونتويت بارك الله كارير كبيرة برشا مع الكلوب ولا مع ليكيب ناسيونال محبوب من جماهير تونس الكل وسام يحيى. وسام لا 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 ل
رايك في الدخلة على ما يعني؟ شكرا على الاستضافة هذيا. واشكر المدرب. واشكر المدرب. تحية لمشاهدي قناة التاسعة، تحية لجمهور تحفول اللي معنا اليوم، وإن شاء الله نقضيو سهرية جميلة. معنا حارس مرمى. حارس مرمى نادي رادي الصفاقسي، حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي، كان نورنا في الكان وعمل فاز بزاره ما حكينا عليها، ديجا عاود يحكي لنا عليها ان شاء الله بعض لحظات، متربي على الاخر، متخلق من احسن ما عندنا في تونس، مصرار كما قال خير الدين باشا حبينا شويه، رامي الجريدي. اسمعني، اقوى بيبليك ذو اللي حضرت، اقسم بالله استعديت انا، هذا انا بيبليك اقوى من استاد احنا. معنا واحد من اللاعبين اللي عندهم كارير باش تكون كبيره برشا مع المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله، مع الترجي الرياضي التونسي مؤكد، خاطر قاعد يعدي في موسم ممتاز برشا، نجم من نجوم الترجي الرياضي التونسي، وان شاء الله بيانتو نجم من نجوم زاد المنتخب الوطني التونسي، غيلان الشعلاني. نتاعنا اليوم اقوى من الامبيونس اللي تلقاوها في الستاد، اكد الكلام هذا ولا؟ والله معناها الامبيونس لهنا عباره الامبيونس في الستاد، معناها اشكر المدرب، اشكر المدرب، اشكر المدرب زاد، اشكر المدرب، فوالا تحيه للمدرب، مش المدربين الكل قاعدين يتفرجوا توا. نتعدى عاد الكرونيكور نتاعنا عاد، تبارك الله اللهم صل على النبي، يحضر معنا علي بابا والاربعون حرامي. مصطفى عواد، باهي مصطفى، للتوضيح اللي قالوا داش صحيح، داش شنو قلت انت؟ هو الاربعون حرامي، مش الاربعون حرامي، مصطفى الاربعون حرامي، الاميره، الاميره المزيانه، للا للا لبنى سديري، يحضر معنا اليوم بعلوش باشا. بعين ريتك في البحر تتمضى، جاك الشعلاني ما بين الصخور وعضة، بعين ريتك تغني زنريدي زنريدي، طاح لا تاكل رامي الجريدي، بعين ريتك تقول تونس تونس يحيى، جانك العادة ويسامي يحيى. القصبجي، القصبجي، ويحضر معنا بيان سور سيدنا الشيخ الكبير نتاع القاعده نتاعنا، باش حامبه نتاعنا سيدي، يحضر معنا محمد الداش. السادة المشاهدين، ذكركم اللي تنجموا تربحوا معنا دار، دار يا يعني جماعة، دار تستنى فيكم بالاس ام اس على 85 805، عندك برشا ديار رامي، سلفنا واحدة نحبوا نربحوا معنا، دار تربحوا معنا خويا بعض دار، وقاعد تفرج ربح في الدار، اس بي زيرو في سكر اش مازال، أقل من شهرين كهو الدار تكون ليك أنت، تو سويت نلعبوا شطحهم كالعادة في سو Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one.
one thing. I know when that hotline bling. الجمهور اللي حاضر معنا اليوم البارتي هذين نحبهم يقفوا كل باش نقول لكم علاش كان تنجموا تقفوا كل فوالا واللي ما لعبوش يقفوا زاد بيان سور
يسحق تصفيق اقوى منك. برافو برافو خويا حاج اصلا شوفوا الانزيماج مع بعضنا. شوف ما لعبش بعلول. باهي تفضلوا اقعدوا مرحبا. باهي جوست شوفوا لي ريبلاي. غيلان افهمني باش تيح تشوفوا ريبلاي نتاعو. خويا حاجه طلع حاضرين الاولاد والله طلع حاضر طلع يغلي غيلان حاضر خويا غيلان غيلان خويا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي شطاحة ما معناها بصراحة مش خاطر في وجوهكم وحاضرين معنا اليوم. احتراماتي سيدي ليزانفيتي اللي حضروا معنا كل اقوى شطاحهم الجمعة هذه مع ليزانفيتي كل. عندك غنية خويا فازي غني هاي سيدي عندك قال لك عنده غنية. مبروك علينا هذه البداية ومازال مبروك علينا هذه البداية. ريت خويا جماعه دخلوا في الطرح صحيح دخلنا في الطرح حاضرين الاولاد دخلنا في الطرح. باه اسمع تو باش نتعادلوا نحكيو شويه كمان زاد باش نشطحوا نتنفسوا شويه باش نجموا نحكيو. باه شكون فيكم هز القفه؟ انواع لبنى هزيت القفه لي انا نعرف مصطفى اللبنى باش تزق معلوش لا لا عمره ما هز القفه. اي نطلب ساعه ساعه نسحق ساعه ساعه تطلب تهز القفه بالتليفون. غيلان جملة رامي ما عنديش جملة لا جملة جملة توت سويت كلهم باش يهزوا القفة مع بعضهم. هز القفة حالا في سوق شكون اللي فيكم هز القفة قالوا لي حتى حد بيانكم باش يهزوا القفة كل مع بعضهم. القفة موجودة في وسط البلاتو ليكيب الأولانية رقم واحد رامي الجريدي رقم اثنين غيلان الشعلاني رقم ثلاثة طارق بعلوش ليكيب الثانية رقم واحد مصطفى حواس رقم اثنين وسام يحيى ورقم ثلاثة محمد الداش. لبنى عمرها ما هزت القفة مش تهزها اليوم داير اقعد رايد على روحك يا لبنى. باهي كل مرة باش نعيط النومرو دونك نقول نومرو واحد نومرو اثنين نومرو ثلاثة شكون يهز القفة ويرجع بها لليكيب نتاعو من غير ما يمسوا المنافس نتاعو والعكس زاد كيف كيف من ليكيب الثانية. نلعبوا توت سويت هز القفة نومرو اثنين. باهي هذا في الريبلاي هذا يلزم ريبلاي هذا. اي شوف جماعة تمطر جماعة تمطر خويا. عدى غيلان على صاحبي. شنو يا جماعة؟ هذا يلزم ريبلاي باش نعرفوا مسوا ولا لا. يلزم الاربيتر خويا خلف الله الخزي يعطينا خويا ريبلاي. خويا يعطيونا الصور توا. هاو الصور موجودة. هاي الصور رالونتي موجودة قدامي. مسوا ولا لا؟ يمسوا؟ مسوا ولا لا؟ يا خلف الله. مسوا. باهي هاو يعاودوا ياكدوا لي قالوا لي ما مسوش دونك. فوالا. هاو ليزيماج موجودين سافا ليزيماج موجودين. ليزيماج موجودين. دونك تحكيم نزيه. تحكيم نزيه. حتى باهي اسكرو الزيت نعاودو نرجعو دونك ان بوان لليكيب الاولانية. باهي نلعبو مع نومرو واحد. لو طون اللي يلمو خويا الحلوة مع بعضنا اللهم صل على النبي يا مصطفى كون خويا كون صح خويا صح دونك دو بوان لليكيب الأولانية صفر لليكيب الثانية. باهي كملوا خويا بعدونا كل حلوة بلا من هنا نتزلقكم ولا غازي خويا اجي عاوننا يا حاج يا غازي بلا تصفيق على الحاج غازي معناتها ها يا حاج كل نمرو ثلاثة كل نمرو ثلاثة كل نمرو ثلاثة خلي عليك يا رامي خلي عليك يا رامي. باهي رامي ارجع البصر يوسف بعد يوسف باه هاي نلعبوا مع نومرو تاني نومرو ثلاثة. Yeah.
رجعونا اخوياك القصه والله بصح باه بعلوش حسب الرالونتي باش نشوفوا الرالونتي تو مع بعضنا ما مسوش اكدوا لي بالليل ما فيولا سيد الحكم خلفانا الخلصي مساعد الحكم احلام يقولوا لي ما مسوش مساعد الحكم معنا طفله احلام العيادي يسلموا عليها في ريجي ما مسوش باه اي سيدي ثلاثه بلاش نلعبوا مع رقم ودي شو واخر وقت تاني وقت تاني وقت تاني رقم اثنين باه مسوا ولا لا؟ ثلاثة واحد ثلاثة واحد مسوا ولا لا؟ يا ودي ما مسوش ثلاثة بواحد ثلاثة بواحد ثلاثة بواحد دونك كيف تصفيق الرسام يحيى ويشوفوا باه شو دوا الحين لعب على خمسة رواه اللي مركي خمسة نقاط هو اللي يربح نلعبوا مع رقم واحد والله اسمعني شو حس معاقبهم جماعة اللعب معهم في مصفى والله العظيم جماعة في القفة قويين نحب نتبوا لبنى بلاص مصفى اوكي لازم يا لبنى قالك نتبوا لبنى نتبوا لبنى بلاص مصفى يمشي ليه شونجمون شوي مصفى جيب جدا برشا كافيين حلوة فهمت شو عليك أربعة بواحد يا تمركيوا النقطة الخامسة تربحوا يا يذلوا الفرق حاضر لبنى نلعبوا مع رقم بس تقليدي واحد اللي كما قلنا الاسبريم تاع الروح الرياضيه كل كيف واحده دونك هذا اللي عندنا اللي باين الروح الرياضيه اخويا اللي حاضر اليوم دونك تصفيق عليهم الكل وسام يحيى رامي جريدي غالي شعلاني ليكيب الاولى هي اللي ربحت جو جديد نلعبوها معنا اول مره في سون فاسون اسمها اللي سماك غنى لك تو سويت في سون فاسون سماك غنى لك جو جديد زدناه اول مره معانا اخويا باش نرحبوا بكم انتم بوجودكم لهنا بحذانا وبالساده المشاهدين اللي يعرفوا انكم كورجيه كبار اما عندكم مواهب اخرى في الغناء كبيره شوفوهم يغنيوا الجماعه اليوم دونك سماك غنى لك نعطيكم اسامي عباد معاش انا باغ اكزومبل طارق دنجر كل ما نعطيكم اسم عبد يلزم شكون فيكم الاولاني اللي يلقى غنيه على الاسم هذاك دنجر اللوزي انك تفوز مثلا تنجم تنجح باهي مادام داش في فورما الاسم الاولاني هو ريم 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 من بعد التايد ان النار النار ريم من بعد التايد ستيفان ريم من بعد التايد ريم اي جيش برجي بيزوز باقي ريم ريم من بعد التايد نحسبوها صحيحه ولا لا خلي عندك ريمبر ذا تايم صحيح باه الاسم اللي بعده طلعها نمدلو الاسم اللي بعده عاصي عاصي شكون يلقى اسم غنية فيها عاصي او كان ميكرو بجنب وين اعطينا ميكرو اعطينا هما للفرح انستونا عسيري ايها ايه لابستين انا ساري وانا ما حبستير لابستير عسيري ايها عسي ريها 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 نحسبها صحيحة صحيحة فما عسي ريها اللي بعده خلي سعد ياسين ياسين والليل تت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 ت
ياسين الصحراء وبهجتها يا مكباري رمالها ويا مكباري رمالها تحية ست قاسم كادي برفقها تنجح ولا يا ياسين تنجح يا جماعة مازالوا مش في فورما خلينا نشوفهم في الأغنية اللي بعدها باهي الأغنية اللي بعدها هي ماذا بكم أمين أمين أنت وناخذها مش مشكل حتى كان ما لقيتهاش أمين I'm in love with the coco I'm in love with the coco كانت راجل كمل غنيها وزانا مرهولو سي بون سي عرفي ليلة هاي الأولاد تو معمل عليكم أنتم هاي الأغنية اللي بعدها يلزمها تبدأ بآية آية 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 أخويا هو حاضر إيس 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 آية 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 لي إيه يعني غرامك ودعني إيه يعني فارقني ولو لعني يا لي الاغنيه اللي بعدها وسام غايه وسام يحيى وسام وسام ايوه وسامحتك من كل قلبي يا محبوبي سامحتك بعيوني الأغنية الأخرانية نعاونوه خليه وحده توا خليه مش تتكلم حد داي واحد لميا لميا اللي بعده هو لميا هذه أغنية ولدي ترى هاي ولما بذنبك عالسيري طم 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 شو بحس الدنيا صغيري حاسس حالي شو اللي يخدم منشط شو اسمك انت يوسف كان في الميكرو يوسف على الكاميرا صحيح ايجا اخويا ايجا شو هاك الكاميرا يوسف بحداك بيت كان في الميكرو شو اسمك انت يوسف قداش عمرك 4 سنين انت ولد شكون فيهم ولد وسام ونعرف تصرف حاجه كيف بدك اور بابا ولا في الميكرو وشنو تغني له كي بدا يلعب يا حمامه طارت غني له شو تغني له قول له قول غني له يا حمامة طارت ملاي شجعوا هاي دور غني له هاي يا حمامة طارت طارت للعالي عالي مسكينه يا حمامة عالي تسكينه عالي تسكينه يا زهري يا ما واش مدني بيكا كان قاعدة تفرج فينا مش بالعالي يا بيكا لا غالي بالكم اللي ولد رامي جريدي زاد موجود لهنا ايه شوف بابا عيط لك والله قال لك يوسف والله بوكي عيط لك ايجا يوسف يوسف يا ربي عيط له لقشم عفوا معانا ياسر صفق صفق فراجاك أول مرة نسمع قاسم كيف يغني في فيرو جاك سمعتها فيرو جاك فيرو
عشقكم وانا مش مريقل. كل واحد خويا عنده ولد وحده، عرفت ايش نعمل جاري نجيب ولد غيلان. اي 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 ايش ولد غيلان عيط له هاي. ولد غيلان بالله عم ناول الممثل اكثر من هند صبري والله العظيم. خالد الحلاق تصفيق على خالد الحلاق. عندي فنان طفاه، طفاه عندي ثلاث مسلسلات وكاميرا كاشي سنة. ثلاث مسلسلات. غني له اغنيه عايش ولدي. هاي غني له. هاي اش نغني لك بابا؟ طلع اش غني له؟ طلع اش غني له؟ نغني له بعلوش. غني له الدنيا زي المرجيحه. يلا اوه يا حبيبي اسمع اهلا ولعبت يا زهر. غني له اهلا ولعبت يا زهر. بابا يا حبيبي اسمع. اه هي ما نعرف ايش. اه هي مش يسبوا. اه هي اه هي ايش يقول فمي ما تقالوش هذوم. اه هي تصفيق اخوي على عندك بحريه يا رئيس، عندك بحريه يا رئيس هو هو وسام راه عنده زاد ولده راه زاد صغير عنده لاي داخل جابوا معاه عنده لاي داخل باش يجيب ولد وسام الاخر. ولد وسام الكبير جيبوا ها جيبوا الجداش. إيزا يا خالد إيزا لا إيزا لهنا اقعد خويا اقعد لحظة ابوك اقعد عايز سيدي غني غنية بابا امشي 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 يمي متل غالية يلا يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق. حتى رامي جاب معاه ولده اخر مش باش نجيبو زاد كثير. يا ولدي كان ولدي كبير. يا محليه يا محليه مزرار كيما ابوه عينه كيما البقره شعره اللهم صل على النبي. غني البابا عايز يتكلم لنا شو اسمك ساعه قلنا اسمك الكل. صبري صبري باقي اللي يتفرجوا فينا في صفاقس اكيد يعرفوك حتى في تونس خاطر ديما حاضر مع جمهور السي اس اس. دونك تصفيقه على جمهور النادي الافريقي، تصفيقه على جمهور نادي صفاقس، تصفيقه على جمهور الجمعة هذه الرباح معنا وصل شراء بقيمة 250 دينار من أداء بيج ديل شوبينج. وليد مش موجود معنا دونك مرتو هي اللي جات بحذنا من حي هلال. مدام عسلامة مرحبا. مرحبا حي هلال. مرحبا مدام. مرحبا يا مدام. ألف مبروك ليك يا للا. وصل شراء بقيمة 250 دينار إجا بحذايا من أداء بيج ديل شوبينج. شنو اسمك؟ يسرى. مسيو وينو؟ ولدي حشم ما حبش يجي. نورمال مسيو حاشم باع في مرتك وانت قاعد برا. نورمال ما تحشمش راه. نورمال اجا وقعد واحد اخر ميساج واحد. ميساج واحد. دونك فهمت لي ميساج واحد تنجم تكون فائز وصل بقيمه 250 دينار من اداء بيج ديل شوبينج يا حاج. صح اهلا بالحاج. يا حاج يا حاج. ان شاء الله الف مبروك ليك مدام. 250 دينار من اهداء بيج ديل شوبينج. ذكركم اللي هي بوتيك اون ليني كل ما يخص الدار جنينه تنجموا تلقاوه وتنجم تبعث الكوموند نتاعك بالتليفون ولا اون ليني تجيك في اقل من 24 ساعه. بعد الاشهار نرجعوا لسو فرصه. مبروك ناجح.